اوكي، لا انا ما عندي برزنتيشن، ما بحس الموضوع كثير له داعي. خلوني ابدا بملاحظه شكر لايمان ومبادره العرب البلوكشين، ولرامي وشركه البارزه، ولفريق المتطوعين والمتطوعات المذهل اللي ساهم بتحقيق هذا الاسبوع، واللي كان لي الشرف انه اكون جزء منه خلال الاسابيع الماضيه. فشكرا كثير لاسبوع البلوكشين العربي، هذا الشيء بجد نحن محتاجينه بالمنطقه. لعرفكم عن حالي شوي، أنا اسمي عمار من الحسن من سوريا، بشتغل بالصحافة والإعلام من حوالي 11 سنة، وشغلي كان دائماً يجيبني لمطارح قريبة جداً من اللغة العربية، سواء لما اشتغلت بالترجمة الأدبية وترجمت رواية Fear and Loathing in Las Vegas للعربي، سواء لما كنت عم بشتغل محرر أو مدرس بالصحافة الموسيقية كجزء من Counter Academy، وسواء لما اشتغلنا بجزء من شبكة فبراير على مشروع دليل تحليل اللغة العربية اللي خلاله انطرحت كتير أسئلة حوالين اللغة والترجمة واللغة العربية في سياق معاصر، في سياق ما بعد الإنترنت، لأنه كتير الأمور تغيرت ما بعد الإنترنت. صرنا نكتب اللغة المحكية، من قبل ما كنا نكتب اللغة المحكية كنا نكتب اللغة الفصحى فقط، بس هلأ بفضل الشات صرنا نكتب اللغة المحكية كمان، وظهرت كتير أسئلة حوالين الموضوع. فهي لمحة عني. اليوم راح خبركم عن واقع ترجمة البلوكشين، فضاء البلوكشين بالعموم للغة العربية، وبحب أبدأ الحديث بملاحظة صغيرة، أنه اليوم صار لنا أكثر من 13 سنة من أطلاق بيتكوين، بس مع ذلك لسه ما عندنا ترجمة معتمدة وموحدة باللغة العربية لكلمة بلوكشين. في بعض الناس بترانسليت أو بترجم كلمة بلوكشين العربية، بمعنى بيحاولوا يلاقوا مقابل عربي لها، ففي ناس بتقول سلسلة الكتل، في ناس بتقول ترجمات أخرى، وفي ناس بيحاولوا ترانسليتريت كلمة البلوكشين، يعني يكتبوها بنفس الصوت لكن بأحدث عربية. وحتى بهالمطرح عنا عدد كبير من البدائل، 8-10 بدائل، بتتوقف على هل الناس عم تكتب كلمة بلوكشين كلمة واحدة ولا كلمتين، هل عم نكتب تاء شين ولا شين لوحدة، هل عم نكتب تشين ألف ياء أو ياء لوحدة. كل هالأسئلة بتخلي عنا نوع من التبعثر. فهيدا الشيء اللي خلاني أفكر بضرورة إنه نعتني بموضوع ترجمة البلوكشين العربية، واللي خلاني أحب أحكيكم بهذا الموضوع خلال أسبوع بلوكشين عربي، لأنه بشوفه مناسبة كتير ملائمة لطرح موضوع مماثل. فأول شيء بدنا نحكي عن المشكلة. نحن هون عم نواجه مشكلتين متضادتين، يعني مشكلتين عكس بعض، بس للأسف هن مش عم يلغوا بعض. هالمشكلتين هما من ناحية أنه عنا فقر بالترجمات المعتمدة والموحدة لعدد كبير من المصطلحات المتعلقة بالعالم المال أو بالتكنولوجيا أو بالكريبتوغرافي أو علم عالم التشفير بالعموم، ومن ناحية تانية عنا مشكلة مقابلة اللي هي أحيانا بيكون عنا عدد كبير من الترجمات للكلمة الواحدة، فما بنعرف أي كلمة نستخدم، فأحيانا ما عم بيكون عنا ولا ترجمة للكلمة، وأحيانا عم بيكون عنا عدد كبير من الترجمات. رح غوص شوي بتفاصيل أكثر بهالمشكلتين. نقص الترجمات، نقص وجود أي ترجمة لبعض الكلمات المحورية، تارك عدة كلمات جوهرية بلغة الفاينانس أو التك أو الكريبتو بدون ترجمة. مثلاً كلمة فاينانس نفسها اللي هي اسم التصنيف الواسع لا ترجمة موحدة لها باللغة العربية. بعض الناس بتقول عالم المال، بعض الناس بتقول التمويل، وبعض الناس بتقول المالية، أو ممكن نطولها أكثر وتقول الشؤون المالية. إذا ما نروح على كلمة مثل سكيل أو سكيلينج، منلاقي ما في أي ترجمة مقترحة على الأطلاق، ولا حتى في بدائل مبعثرة. ولما نروح على بول أو بير ماركت، هالمصطلحات فيهم إشارات ثقافية ومجازات من نوع ما، فكمان في حيرة، منلاقي المترجمين واقفين بحيرة، المترجمين والمترجمات، كيف بننقل مجاز من ثقافة غير ثقافتنا، فهو مش له نفس المعنى بثقافتنا. يعني يمكن نحن ما عندنا حضور كبير للدب والثور باللغة العربية، لأنه يمكن ما في دببة بالطبيعة العربية، فهذا الحيوان مش موجود بثقافتنا، ما له معنى معين، مش بيودينا للكساد ولا بيودينا للصعود، فمش بنفهمه مزبوط. هاي المشكلة ساهم فيها أنه تسبب فيها أنه الترجمة للغة العربية هي مفروض تكون مشروع جماعي وتعاوني. يعني نحن عندنا حوالي 24 دولة عربية، فمفروض يكون في نوع من الانفراستراكشر أو البنية التحتية اللي تساعد الجهات المعنية بالترجمة واللغة في كل هالدول أنها تشتغل مع بعض.
من قبل كان مجمع اللغة العربية واللي مركزه بالقاهرة واللي إذا ماني غلطان هو تابع لجامعة اللغة العربية، كان عم بيلعب دور محوري ببداية القرن العشرين، إذا عم نحكي عن العشرينات الثلاثينات الأربعينات بالقرن العشرين كان مجمع اللغة العربية بذروته أنتج كتير ترجمات نحن لساتنا بنستخدمها لليوم. في كتير ناس بيقول هاتف، في كتير ناس بيقولوا عربة بدل السيارة مثل بمصر، وكتير يعني بريد إلكتروني، كتير من الترجمات اللي صارت دارجة ومستخدمة ومفهومة أتت من مجمع اللغة العربية. بس للأسف مع العقود اللاحقة تراجع دور المجمع وما عرف يستوعب التغيير والثورة اللي حصلت مع الإنترنت والسوشيال ميديا، لأنه مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي نحن كنا بنحكي اللغة المحكية بشكل شفهي فقط، بس لما بنجي نكتب بالمدرسة بالجامعة برسالة رسمية لحد من أعزائنا عفوا برسالة شخصية بنكتبها بلغة عربية فصحى. بس مع صعود السوشيال ميديا بلشت الناس تشات مع بعضها أو تدردش مع بعضها، وهذا الشيء استدعى كتابة اللهجات المحكية بشكل مكتوب يعني، واللي هو شيء ما كان موجود من قبل. ومجمع اللغة العربية ما عرف يستوعب هذا التغيير واتخذ توجه أنا بشوفه شخصيا غير موفق، واللي هو تجاهل كل اللغة العربية المحكية وعدم النظر بأصولها ومرجعيتها. فهذا الشيء زود اللي هو بين اللغة العربية الفصحى والمحكية، وصار في نوع من التنشن خلال الكتابة على الإنترنت بين الناس بتفضل المحكية بين الناس بترفض الفصحى. فهيدي أول مشكلة. المشكلة الثانية هي التشتت الترجمي، أو مثل ما نقول بالإنجليزية translation dispersion، لما بيصير عندنا ترجمات كثيرة مختلفة لنفس المصطلح والناس ما بتعود تعرف أي مصطلح تستخدم. هي النتيجة حصلت بسبب الجهود الفردية بمجال الترجمة بالبلوكشين. يعني مؤسسة إيثيريوم، وإيمان ممكن تحكي لنا أكثر لقدام شوي على هالشي، إجت تترجم موقعها والوايت بيبر أو الورقة البيضاء لمشروع إيثيريوم العربي، قاموا بهالشي بشكل منفرد وبشكل للصراحة اعتباط شوي حتى حسب رأيهم هنن، بمعنى ما كان في منهجية، ما كان في فريق بحثي، ما كان في مستشارين، كانوا إنه بدنا نترجم خلونا نوثق بشكل هامشي الترجمات اللي عم تطلع معنا. نفس الشيء صار بمشروع تيزوس ببلوكشين تيزوس، نفس الشيء صار بباينانس، نفس الشيء صار بمجلة كوين تيليغراف اللي هي بتنشر عن البلوكشين باللغة العربية. وبالتالي إذا بنبحث عن ترجمة مصطلح زي NFT أو بلوكشين بهالمصادر راح نلاقيها مترجمة بشكل ما على إيثيريوم، بشكل مختلف على تيزوس، بشكل مختلف أيضا على باينانس، وبشكل رابع على كوين تيليغراف. وهذا الشيء مؤذي جدا لأسباب راح نحكي عنها هلأ. فهلأ رح نحكي عن أعراض المشكلة. فهمنا هلأ شو هي المشكلة، إنه عنا من ناحية فقر بالترجمة، من ناحية تبعثر بالترجمة بمعنى تعدد زائد عن اللزوم. هالمشكلتين شو عم بيسببوا لنا؟ أول شيء فينا نحكي عن المشاكل الـ SEO أو Search Engine Optimization. مثل ما بنعرف اليوم معظم الناس بتعثر على المقالات وصفحات الانترنت والمواقع عن طريق محركات بحث، غالبا جوجل اللي هو المحرك المستخدم بشكل اكبر. فبمحركات البحث لازم نستخدم حيل معينه لحتى نحرص انه مقالاتنا يظهروا بترتيب عالي والناس تقدر تشوفهم. المشكله انه واحده من احجار الزاويه او الكورنر ستونز بتحسين نتائجنا على محركات البحث هي قائمه على الكلمات المفتاحيه او الكيوردز. فنحن لحتى نعثر على جمهورنا على جوجل لازم نستخدم نفس الكلمه المفتاحيه اللي هم بيستخدموها لما يبحثوا عن موضوعنا. طبعا لما نتعامل مع تشتت الترجمه بتصير في مشكله. لو انا مثلا بدي اكتب مقال عن NFTs وبدي كل المهتمين بالNFTs يقروا مقالي ويعثروا عليه على جوجل، هالشي راح يكون صعب لما اذا انا كتبت NFTs والناس كانوا عم بيستخدموا مصطلح الرموز غير قابله للاستبدال او التوكنز غير قابله للاستبدال، لما يكتبوا هالمصطلحات مش راح يلاقوا مقالي، لانه الناشر اللي هو انا من ناحيه والباحثين اللي هن المستخدمين من ناحيه اخرى عم نستخدم كلمات مفتاحيه مختلفه. فراح تضل كفاءه الـ SEO او تحسين نتائج محركات البحث عنها ضعيفه لحتى ما نلاقي طريقه لتوحيد الترجمات المبعثره. ثاني شيء عندنا bottleneck او مشكله من نوع عنق الزجاجه بما يتعلق بترجمه المحتوى المتعلق بالبلوكشين ذو النوعيه الجيده الى اللغه العربيه. يعني في عندنا كثير اوراق بيضاء، في عندنا كثير مقالات بحثيه، في عندنا مقالات صحفيه
تحقيقات استقصائية كثير بيهمنا أن ترجمها للغة العربية ونتيحها لقراءنا العرب لحتى يطلعوا على هالتقنية بأفضل شكل ممكن، لكن عملية الترجمة عم تكون بطيئة ومكلفة وغير دقيقة بسبب غياب مرجع موحد للترجمة، وهذا الشيء عم بيخلق حاجز قدام العرب اللي بيتحدثوا لغة واحدة فقط واللي هي اللغة العربية، واللي هم لحد اليوم عم بيقابلون شح عالي بمحتوى بنوعية مصطلح البلوكشين لو بنستثني مشاريع معينة عم بيقوموا بجهد جبار ويحاولوا يملوا الفجوة. كمان عندنا مشكلة اللي هي التحيزات المناطقية غير المقصودة. مثلا لو فريق إيثيريوم صدف اشتغل مع مترجمين من مصر خلال تجربة إيثيريوم، ممكن هالمترجمين بشكل غير مقصود وغير واعي يختاروا ترجمات هي مفهومة بشكل واسع بمصر بس مش بالضرورة تكون مفهومة بدرجة مماثلة في المغرب أو في دبي. نفس الشيء لو كان فريق تيزوس مثلا اشتغل مع مجموعة مترجمين من الشام من سوريا ولبنان، هالمترجمين راح يلاقوا ترجمات مناسبة لمنطقتهم أكثر بشكل غير مقصود وواعي مرة ثانية. فنحن عم تطلع عنا قواميس نافعة على مناطق أكثر من مناطق بالوقت اللي نحن محتاجين فيه قواميس بتفكر بالعالم العربي ككل وكيف تخرج بترجمات ممكن تكون مفهومة بدرجة معقولة على مدى كافة الدول وأجزاء العالم العربي. والمشكلة الأخيرة أنه مثل ما حكينا من شوي، عملية الترجمة اللي صارت بهالشركات الفردية صارت بشكل اعتباطي ومستعجل إلى حد ما، ما كان في منهجية متفق عليها، ولما بينشروا ترجماته ما بينشروا المنطق أو الراشنال مثل ما بنقول بالإنجليزي وراء الترجمة، فهن بيقولون نحن قررنا نترجم NFT رموز قابل للتبذير، ليش ترجمناها هيك ما بنعرف، على أي أساس ترجمناها هيك كمان ما بنعرف. فهي بعض ظواهر أو أعراض مشكلة الترجمة بالبلوكشين باللغة العربية. هلأ حابب أحكي شوي عن الفرصة اللي انفتحت لنا خلال السنتين الثلاثة الماضيات واللي ممكن تعطينا مجال لحتى نخرج وندفع ترجمات أفضل. الفرصة هي إيمان، ما بعرف لو بتخبريني لو طالع صوت الأذان عندي، لو طالع بشكل عالي ممكن نأخذ استراحة ونرجع من بعده، لو مش طالع بشكل عالي ممكن نستمر. هو صوت الأذان طالع لكن هو صوتك أنت أعلى منه، فما أعتقدش إن هو مشوش على الناس. اوكي راح استمر لكن فالواقع بمنطقة اللغة العربية انه لعقود كاملة، يعني المصطلح الفاينانس طلع من السبعينات والثمانينات مع الانفستمنت بانكينج او البنوك الاستثمارية، ومن هذاك الوقت المواطنين حوالين العالم صار يستكشفوا خياراتهم بالتوفير بالاستثمار بتقديم الخدمات المالية ونطاق واسع من هالأمور، بس هالأشياء ما كانت متاحة بشكل واسع لأننا كمواطنين عرب بسبب مشكلة الأم بانكينج، أنه المنطقة العربية جزء كبير من المواطنين ما عندهم حسابات بنكية وما عندهم وصول أو إمكانية تفتح حسابات بنكية. ومثل ما بنعرف فتح حساب بالبنك هو الخطوة الأولى لحتى يقدر البني آدم يخوض حياة مالية، فبدون حساب بنك أنا ما بقدر أشتري أسهم، ما بقدر أخذ قروض، ما بقدر أقدم سيولة بسوق مالي، أقدم خدمات مالية، ما بقدر أستثمر بمشاريع بآمن فيها وأكون جزء من نجاحها. كل هالأشياء بصير غير متاحة بالنسبة لي بسبب مشكلة البانكينج. وكمان في إحصائية ما نظلنا بنذكرها باستمرار اللي هي لحد اليوم 85% من التعاملات المالية اللي بتحصل في العالم العربي تحصل إن كاش، بعملات ورقية أو بكوينز، يعني بنقود ما بتحصل على الإنترنت. هذا كان سبب إضافي لأنه معظمنا كعرب ما كان عنا اهتمام أو تفاعل مع الثقافة المالية بالعموم، كنا منطلع مصارينا بنحطهم بالبيت بنصرفهم لما نحتاجهم ونزعل لما يخلصوا وبنستنى الراتب مرة جاية، بس ما في عنا فكرة أنه لا المصاري بنعمل فيها أكثر من هيك. بس هذا الشيء بلش يتغير بسبب تقنية البلوكشين. اليوم أي حدا بيقدر يروح على صرافة بلوكشين بلبنان مثلا مطرح ما أنه عايش، يدفع $50 للصراف يحصل على 50 USDT ويعمل فيهم literally أي شيء بتخيله. الشخص اللي بيكون معه $50 USDT بيكونوا قاعدين على بوفيه لا نهاية له من الخدمات والمغامرات المالية اللي بيقدروا يخدوها.
فهذا الشيء جعل عالم المال متاح لأول مرة لملايين العرب، وبتوقع خلال الخمس لعشر سنين المقبلة عشرات ملايين العرب أيضا راح ينضموا لعالم المال وراح يبلشوا يستكشفوا خياراتهم. فنحن بينما كان عندنا تراث مالي معين بس كان محصور بعدد قليل من الناس اللي كان ظروفهم أحسن بشوي وقادرين يفوتوا بها العالم، هلأ يعني يمكن كان عددهم عشرات الآلاف أو مئات الآلاف عرب المهتمين في عالم المال، هلأ عم نحكي عن عشرات ملايين. فالفرصة اللي نحن عم نميزها أنه بفضل دخول جمهور كتير ضخم حاليا، ممكن نحن ما نكون مضطرين أنه نلتزم بالترجمات وأساليب الترجمة اللي كانت موجودة سابقا واللي عم تخدم في صغيرة. ممكن يكون عندنا فرصة لأنه نخرج برا الصندوق ونجرب أساليب ترجمة وتكنيكات ترجمة ما كانت دارجة من قبل، ونبلش نفكر أكثر بالإمباكت اللي عملته الإنترنت والسوشيال ميديا على اللغة العربية، وكيف نرجع نفكر مرة تانية بقابلية التبني إنه أوكي أنا ممكن أطلع بترجمة ممتازة لكلمة بلوكشين باللغة العربية، بس إذا كانت فصيحة بشكل زائد أو كانت مثل ما بنسميها كلمة معجمية، يعني بطلت موجودة باستخدام اليوم باستخدام اليومي للغة العربية، إنما صارت موجودة في المعاجم فقط. فهل هي فكرة ذكية فعلا، وهل الناس راح تستخدمها، واللي هو هدفنا الرئيسي إنه نحن نعطي الناس مفردات ممكن يستخدموها. هلأ راح أنتقل للمنهجية المقترحة، كيف فينا نحل هالمشاكل وكيف فينا نشتغل بطريقة أفضل. برأيي كثير ضروري بعالم الترجمة يكون عندنا منهجية واضحة لحتى نحافظ على الاتساقية أو الكنسيستنسي، بمعنى ما نترجم هالكلمة بمنطق ما ونترجم كلمة تانية بمنطق مختلف، ولحتى بنفس الوقت ترجمتنا تكون منطقية أو تميك سنس، لحتى لما الناس يسألونا ليش ترجمتوا هالكلمة أو الكلمات بهالطريقة يكون في عنا تبرير أو راشنال نقدر نواجههم فيه ونناقشهم فيه. فبشوف أول عملية لازم ننطلق منها بترجمة البلوكشين هو بحث الأدبيات أو literary review. خلال بحث الأدبيات بدنا نطلع على أدبيات مختلفة، شو هي أدبيات عالم المال بالمنطقة العربية. في عنا كتير قواميس معتمدة مثل صندوق النقد المالي، صندوق النقد العالمي عنده قاموس مستخدم بشكل كبير من التريدرز والمضاربين باللغة بالمنطقة العربية، فهذا ضروري نرجع له. في عنا مدونات ومنتديات رقمية على الإنترنت بيستخدموا مضاربين بشكل كبير باللغة العربية، من المفيد نشوف هن كيف بيترجموا سكيلينج، هن كيف بيترجموا فاينانس وناخد فكرة. هلا خلال السنين الماضية صار عنا ذا كريبتو سفير أو فضاء الكريبتو، كمان مفيد جدا انه نطلع على الناس اللي هن الانترنت نيتيف اكثر او قادمين من ثقافه الانترنت اكثر، كيف عم يترجموا المصطلحات الماليه والتقنيه. انا برايي كثير مفيد نشوف شو هي الترجمات الاكثر استخداما على جوجل، لانه مش منيح انه نسبح عكس التيار لما ما يكون في سبب قوي. فلما يكون في ترجمه شائعه بشكل كبير على جوجل، انا بفضل اذا ما كان فيها اشكاليه واضحه انه نمشي معها. واخيرا الليتري ريفيو او مراجعه الادبيات بتشمل الرجوع للمعاجم الاختصاصيه ومعاجم اللغه العربيه بالعموم. واحده من ادواتي المفضله على الانترنت هو معجم المعاني، اللي هو معجم متخصص وبنفس الوقت اجريجيتر او مجمع لمعاجم مختلفه، فممكن يقول لكم انه ترجمه المعاني هي كذا بس ترجمه لسان العرب هي كذا، وتقدروا من صفحه واحده تطلعوا على ترجمات عده معاجم وقواميس لكلمه واحده. بعدين بحس في عنا بالمنهجية لازم نرسي منهجية الصوتيات أو الفونيتكس، لأنه نحن بعالم الكريبتو وبعالم الفاينانس بالعموم نتعامل مع كثير من مصطلحات أجنبية غير قابلة للترجمة، سواء كانت أسماء علم أو أسماء شركات. يعني إيثيريوم وبيتكوين ما رح نترجمها الأثير وعملة البيت، رح نترجمه مثل ما هن. نفس الشيء ساتوشي ناكاموتو وفيتاليك بيوترين، هدول الأشخاص بدنا نلاقي طريقة كيف نترجم أسماءهم بصوتيات موحدة. يعني هل الأحرف الصوتية الضعيفة عم نكتبها كحركات كسرة وضمة وفتحة، أم هل عم نقوم بتقويتها وكتابتها كأحرف صوتية كاملة، يعني كياء وواو وألف. الناس على الإنترنت بتميل لتقوية الأحرف الصوتية الضعيفة، يعني بيتكوين الناس بيكتبوها بالياء مش بالكسرة، بيتكوين. مع أنه الوجهين صحيحين، بس الناس على الإنترنت بالعموم بتروح لتقوية الأحرف الضعيفة الصوتية الضعيفة وكتابتها كأحرف صوتية كاملة بدلاً من حركات. فهي واحدة من الأمور اللي ممكن نفكر فيها بالتعامل مع الصوتيات أو الفونيتكس، كيف بدنا يكون عندنا منهجية صوتيات موحدة ونحن عم نترجم الأسماء.
فكرة ظهرت لنا مؤخرا وهي عم تنتشر بشكل كبير بفضاء البلوكشين، فضاء الترجمة عفوا باللغة العربية، هي المعادل الثقافي أو الكالتشرال ايكويفالنت. ببعض الأحيان بيكون عندنا كلمة إنجليزية وكلمة عربية ما في أي علاقة مباشرة بيناتهم، بس في نوع من التعادل الثقافي، يعني هاي الكلمة هي وليدة الثقافة وهاي الكلمة هي وليدة الثقافة المقابلة، واثنيناتهم بيودوا نفس المعنى بشكل بعيد. لأعطيكم مثال على هالشيء، كلمة ميم كوينز بعض الناس بيترجموها صكوك الدعابة، واللي هي ترجمة فقيدة جدا من المتابعة التبنية على الإنترنت، بس ممكن ترجمتها عملات القلش، لأنه كلمة القلش هي معادل ثقافي لكلمة الميمز بالعامية المصرية بالمحكية المصرية، وهي بنفس الوقت مفهومة على نطاق واسع في العالم العربي، الناس من المغرب للخليج بنسبة كبيرة بتعرف شو يعني القلش. بالمقابل ديجنز مثلا بيقولوا ديفاي ديجنز بالكريبتو، ممكن ترجمه مصاريع. هلا الديجنز يعني ناس منحلين، بس هن ديجنريتس يعني، بس هن عم يشيروا للناس اللي ما عندهم اي رادع منطقي بالمضاربه، هن مجنونين بالمضاربه. فنحن بنقول على هالنوع من الناس مصاريع، انه شخص فلان انصرع بالكريبتو، صار مشروع كريبتو مش عارف يفكر باي شيء ثاني. فهي فكره. اللامركزية، بعتقد لازم يكون عندنا مترجمين من مناطق عربية مختلفة، مثل لازم يكون في ممثلين على منطقة المغرب الكبير اللي هي ليبيا تونس مغرب الجزائر، ممثلين على منطقة حوض النيل اللي هي مصر والسودان، ممثلين عن الشام والعراق، وممثلين عن الخليج، لحتى ما يصير في تحيزات غير مقصودة مثل ما حكينا ببداية الندوة، وتصير المصطلح مفهوم بمصر أكثر ما يكون مفهوم بمناطق ثانية. بنقترح على هالشيء انه الترجمه تكون عن طريق ورشات عمل مشاركين فيها مترجمين من مطارح مختلفه من العالم العربي ومن اختصاصات وتوجهات مختلفه. ممكن يكون عندنا مترجمين تقدميين بيحبوا يركزوا على المفهوميه اكثر من الدقه، ممكن يكون عندنا مترجمين محافظين اكثر بيحبوا يتمسكوا بالاصول والتقاليد في الترجمه اكثر من النزعات الجديده. ومن الممتاز انه يكون في نقاش عم بيحصل بين التيارين، ويكون التيار هذا عم بيربح احيانا والتيار هذا عم بيربح احيانا اخرى، حسب السياق وحسب الكيس اللي عم نشتغل عليها. واخيرا بنقترح يكون في منهجيه للورشات اللي عم تحصل، ممكن تكون كل ورشه بتتطلب المترجمين انه يترجموا بشكل مسبق المصطلحات ويحطوا الراشنال او المنطق المبرر اللي وراهم، ولما يتشاركوا بالورشة كل واحد يقدم الترجمة المقترحة عنده ويتفقوا على ترجمة نهائية، إما عن طريق النقاش، وإن لم يكن عن طريق النقاش عن طريق التصويت. وأنا برأيي إنه من الضروري جدا من هالمرحلة وبعد إنه نوثق الراشنال، يعني لو عملنا ورشة ترجمة واتفقنا نترجم بلوكشين كبلوكشين مش سلسلة، لازم نشرح للناس ليش نحن مشينا مع الترجمة، لأنه الراشنال أو التبرير المنطقي بيلعب دور كتير مهم بالتبني. آخر موضوع رح أحكي عليه ورح أحكي عليه بسرعة لأنه قربنا نخلص بالوقت، هو البروباجيشن أو البث. أوكي طلعنا بقاموس عربي أو معجم عربي ممتاز لمصطلحات بلوكشين، شو بنعمل هلأ؟ هلأ بدنا نحاول نخلي أكبر عدد من المؤسسات تتبناها لحتى نقدر نحارب ظاهرة تشتت الترجمات أو التشتت الترجمي. فبدنا نتواصل مع جامعات ومؤسسات أكاديمية، بدنا نتواصل مع مؤسسات إعلامية، خاصة المؤسسات اللي بيسموها بالإنجليزي Pan Arab Media اللي هي وسائل إعلامية عربية تبث أو تقرأ في كامل العالم العربي وليست مناطقية. وبدنا نتواصل مع شركات البلوكشين مثل إيثيريوم مثل كاردانو مثل باينانس، ونقنعهم يتبنوا هالمصطلحات على الأبليكيشنز تبعيتهم وعلى المواقع تبعيتهم، لحتى نبلش بالتدريج نستبدل الترجمات المبعثرة بترجمات موحدة، ونقدر نواجه مشكلة الديسبرجن ونحسن كفاءة الـ SEO أو كفاءة محركات البحث بشكل موازي. أخيراً حابب أخبركم أو أقل أنه في 4 منظمات مهتمة بالبلوكشين بالمنطقة العربية، أسس تحالف اسمه أبجداو من جمع كلمة أبجد وداو، وهيدا التحالف عم بيشتغل حالياً على إنتاج قاموس عربي بنفس المواصفات اللي حكيتكم عنها في الجلسة. انتهت أبجد داو من ترجمة 30% من المصطلحات المخصصة في الدفعة الأولى، ومتجهة لأنه تكتمل ترجمة الدفعة الأولى ببداية لمتوسط شهر جانوري أو كانون الثاني من السنة المقبلة. سو على أمل أنه بحلول هذاك الوقت يبلش يصير عنا قاموس عربي موحد ونبلش ننشره ونستخدمه مع بعض سوا.
شكرا مجددا لاسبوع البلوكشين العربي، شكرا لرامي وايمان للبارزه والعرب البلوكشين، وشكرا لكل اللي كانوا هنا وما يسمعونا.